السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جاويش ودي قناة برومو. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا مراجعة الحلقة الاولى من الموسم السادس والاخير من مسلسل بيكي بلايندرز. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناة اول مرة تشوفني. باي اوردر اوف ذا بيكي فوكين بلايندرز. واخيرا وبعد يعني مدة غياب كبيرة جدا، وبعد ما الناس اصلا نسيت الاحداث اللي كانت في المسلسل، نسيت يعني محتاجين يشوفوه كله تاني عشان يفتكروا كان ايه اللي بيحصل. نزلت امبارح الحلقة الاولى من الموسم الاخير، وعشان الناس اللي ناسية الاحداث، فاول شوية في الحلقة كانوا عبارة عن استرجاع للاحداث من اخر موسم وايه اللي حصل، وشفنا كلنا اخفاق توماس شيلبي الكبير قوي وازاي فشلت خطته فشل ذريع. طبعا كانت نهاية الموسم الخامس، واخر حتة بالظبط في اخر حلقة كانت ان هو مسك المسدس وخلاص وحطه على دماغه وناوي ان هو ينتحر. بنشوف من بداية الحلقة اخفاق توماس شيلبي، بنشوف ان هو بقى شخصية خلاص ضايعة، الراجل فعليا ما بقاش باليد حيلة، الخطة اللي كان عاملها فشلت تماما وفشلت فشل ذريع بسبب تدخل طرف ثالث هو مش عارفه اصلا. هو كان عايز يقتل موزلي وبعدين الخطة بتاعته فشلت، حتى الراجل كان هو عايز يقتله ده ما يعرفش ان في خطة، ما يعرفش في اي حاجة، في طرف ثالث داخل في الموضوع، والطرف الثالث ده بوظ له الخطة، هو اصلا مش عارف مين الطرف الثالث ده. يعني دلوقتي هو اصلا كان طول حياته بيدور على شخص يقدر يتغلب عليه، دلوقتي في حد تغلب عليه وهو في نفس الوقت مش عارف يعرف مين الحد ده اصلا، عشان ممكن ينتقم منه يعمل اي حاجة، لكن هو مش عارف مين الشخص اللي دخل في اخر لحظة وبوظ له خطته تماما. بنشوف ان هو خلاص انكسر، ما بقاش باليد حيلة، الشخصية القوية اللي كانت موجودة معانا طول 5 مواسم لا بقى في واحد تاني قدامك، لدرجة ان هو فعلا لما مسك المسدس وجاي يقتل نفسه هو ضغط على الزينات فعليا، يعني هو اصلا ضغط علشان ينهي حياته. ولكن طبعا لحسن حظه ان اخوه ارثر كان توقع اللي هيحصل وشال الرصاص من المسدس، يعني لولا الرصاص ده كان زمانه دلوقتي خلاص ضرب طلقة، وكان الموسم الخامس كان هو النهاية وخلاص. وده يبين مدى مرارة فشل الخطة والهزيمة بالنسبة له كانت عاملة ازاي. بس بعد كده بتحصل شوية حاجات بتمثل نقطة تحول في حياة توماس شيلبي، بداية من ان هو بيعرف مين الطرف الثالث اللي دخل وبوظ له خطته، وهو الجيش الايرلندي. الجيش الايرلندي بعت ناس بوظوا الخطة لانهم عايزين شخصية موزلي تفضل عايشة، هما بيستفيدوا من وراه ومن ضمن مصالحهم ان هو يفضل عايش. فلما عرفوا ان توماس شيلبي هيقتله تدخلوا ووقفوا خطته. طبعا الجيش الايرلندي ده فيلن قوي جدا، هو ما يقدرش يقف قدامه لوحده، ما ينفعش يعني يقف قدامه عادي، ده لازم خطط وتكتيكات وحاجات قوية كتير، وهنشوف طبعا في الحلقات الجاية هو هيعمل ايه بالنسبة للجيش الايرلندي. تاني حاجة والحاجة اللي كانت شاغلة بال ناس كتير جدا، وهو ان ازاي هنبقى العمة بولي موجودة معانا في الموسم التاني، بسبب طبعا ان هي ماتت اصلا، الممثلة هيلين ماكروي ماتت السنة اللي فاتت، فما عادش فيه شخصية، فهل هيجيبوا حد تاني يقوم بدورها ولا هينهوا الاحداث بتاعتها في المسلسل ازاي؟ والحقيقة ان المسلسل هنا عالجها بحاجة كويسة جدا، هتزود من حدة الموقف وهتدي دوافع اكتر لتوماس شيلبي ان هو ينتقم، لان هما خلوها في القصة ان الجيش الايرلندي زي ما قتل ابراهام جولد وزي ما قتل بارني اللي هو القناص اللي كان تبع توماس شيلبي، لا كمان قتل العمة بولي، يعني بولي اتقتلت من الجيش الايرلندي، وهو هنا عالجوها الصراحة بطريقة حلوة جدا، طريقة هتخدم قوي سير احداث القصة، لانها زي ما هتكون اكبر دافع لتوماس شيلبي ان هو ينتقم لعمته من الجيش الايرلندي، هتبقى كمان اكبر دافع لمايكل ابنها ان هو ينتقم من توماس شيلبي، لان هو شايف ان هو السبب في كل حاجة، هو كل خطته دي كانت كلها خطة توماس شيلبي، والخطة فشلت فشل ذريع والناس دي ماتت بسبب فشل الخطة دي. فلو هو ما كانش متعجرف وعايز كل حاجة ليه لوحده ما كانش الناس دي هتموت بسببه. شفنا اصلا مايكل وهو واقف في الجنازة بتاعت امه يعني بيتوعد وبيقول ان هو مهما عدى الزمن انا هنتقم لك من توماس شيلبي الشخص المتسبب في موتك. بس بعد كده بيجيبوا لنا ان هو خلاص عدى 4 سنين على الواقعة دي كلها، وتوماس شيلبي دلوقتي رجع زي ما كان، ويمكن اقوى، لان هو تخلى عن شوية حاجات منها ان هو ما عادش بيشرب خمور، فخلاص بقى فايق معانا طول الوقت، والفويسز بقى اللي في دماغه دي قلت شوية لان هو خلاص بقى مركز، تركيزه اكتر، حاطط اهداف تانية عايز يمشي عليها وعنده خطة عايز ينفذها. يعني حتة مرور 4 سنين دي حسيتها اتكروتت شوية، يعني انا كنت محتاج اشوف مرحلة تغير توماس شيلبي دي تجيب لي مشاهد تبين لي مرحلة التطور اللي حصلت له، مرحلة التغير، اعيش معاه المعاناة بسبب ان عمته ماتت، اعيش المعاناة ان هو خلاص بيخسر كل حاجة، لكن هم كروها في ان عدى 4 سنين وخلاص واشوف قدامي توماس شيلبي
موجود هو هوار نفس حقيقته ونفس قوته ونفس الدماغ الذكية بتاعته. فلا انا كنت محتاج اشوف المعاناة دي شوية، يعني محتاج شوية مشاهد معاناة سوداوية شوية تبين لي قد ايه الراجل ده عانى بسبب موت عمته، عانى بسبب فشل خطته، فشل يعني في كل حاجة، بيعاني ان هو ازاي خسر خلاص الامبراطورية اللي هو قاعد بيبني فيها، لا القوة اللي كان متخيل نفسه فيها دلوقتي لا في ناس اقوى منه وناس متحكمة فيه فعليا وناس عندها اشخاص موجودة في الامبراطورية بتاعته دي ممكن يهدموها في ثانية. فانا كنت عايز اشوف بقى كل المعاناة دي موجودة، ولكن برضو علشان ما نبقاش متحاملين على المسلسل ان هي قدام ممكن يرجع بفلاش باك يورينا اي حاجة من الماضي دي حصلت ازاي، فطبعا مش هنحكم على الحتة دي من الحلقة الاولى، بس انا كنت افضل ان هي تبقى موجودة في الحلقة الاولى. ونشوف طبعا في شخصيات هتبقى موجودة رئيسية معانا زي شخصية جينا جري الفنانة انا تايلور جوي، دي خلاص خدت دور اقوى من اللي كان موجود في الموسم اللي فات، وتقريبا هتبقى هي من الشخصيات الرئيسية اللي موجودة. كمان في شخصية جاك نيلسون، ده شخص ما ظهرش، ده الناس اتكلموا عنه واتكلموا عن قد ايه ان هو شخص قوي وشخص من اللي ما تحبش ان انت تعبس معاه، لان هو خطر جدا زيه زي توماس شيلبي بالظبط، ممكن ده توماس شيلبي الامريكاني. هو طبعا ما ظهرش، انا ما شفتش هو هيبقى مين وما دورتش الحقيقة هو هيبقى مين، ومش عارف اصلا ممكن ما يظهرش ويفضل الكلام عنه، بس كده اتمنى ان هو يبقى موجود ويبقى ممثل قوي يقدر يدينا اداء تمثيلي عالي ويدينا قوة كشخص فيلن. نعم هو ممكن ما يبقاش الفيلن الرئيسي وممكن اصلا ما يبقاش فيلن، ولكن يعني شفت الشخصية دي فاتمنى ان هو يبقى حد قوي بقوة المسلسل. شفنا كمان تأثير مدى ال4 سنين دولت على ارثر شيلبي. ارثر شيلبي ده واحد من اكتر الشخصيات اللي انا بحبها في المسلسل، اللي هو راجل قوي كان، اللي هو ده العضلات يعني، توماس شيلبي هو المخ والراجل ده العضلات. شفنا ان ال4 سنين دي خلوه متهالك تماما وهو قاعد ما بيعملش حاجة لان هو ما يشرب خمور ويضرب مخدرات وغايب عن الوعي تماما. طبعا اكيد الموضوع ده هيتغير وانا اتمنى ان هو يتغير في اقرب وقت ممكن. احب اشيد بنظام الاخراج في الحلقة ونظام التصوير بالذات، التصوير كان حلو جدا، نظام التصوير كده والالوان حاجة توحي بسوداوية. هما الاعلان الصراحة كان سوداوي جامد، لكن الحلقة ما ادتنيش نفس انطباع السوداوية اللي كان موجود في الاعلان. فلكن احنا لسه في اول حلقة وقدامنا 5 حلقات كمان، فتعالى بقى السوداوية، اديني في السوداوية، انا بحب السوداوية، فزود لي سوداوية على قد ما تقدر. وبس كده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، يا ريت بقى لو عجبكم تدعموني بلايك وشير لي واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.